لجل عينك يهون الكون احبك والله حب جنون. دائما بكل خير اعزائنا المشاهدين في هذه الصباحات الطيبه والخيره والمباركه. فواصل منتقى مختاره من خلال مخرج حلقتنا لليوم الاستاذ عدنان الزعبي تحاكي مدن ومحافظات المملكه الاردنيه الهاشميه باطلالات صباحيه باطلالات متعدده من جبال بوادي سهول هضاب مدن قرى المملكه الاردنيه الهاشميه. هذا هو الأردن المتميز بقيادته المظفرة الحكيمة بأبناء شعبه الوفي المنتمي وأيضا بمواقعه المتعددة السياحية الأثرية الدينية وأيضا الفسيفساء الوطنية حاضرة بالتعدد والتنوع. أعزائنا كانت هذه مقدمة بسيطة عطفا وتعليقا على الفواصل الغنائية المختارة التي تحاكي المملكة الأردنية الهاشمية. اسمحوا لي أن أرحب الآن بضيوفي هنا داخل الاستوديو كما أشرنا في بداية الحلقة، الفقرة الرياضية وإضاءة رياضية النشاط الطاقة الحيوية حاضرة من خلال الكابتن روني الحنيطي، الكابتن حمزة العطرود. صباحكم سعيد. صباحك سعيد، الله يسعدك يا رب، شرفتونا بقدومكم. الله يسعدك ويحفظك. تمارين رياضية متعددة تحاكي كامل عضلات الجسم بخمس تمارين تحديدا كما تحدثت كابتن روني، للمبتدئين وللمتمرسين ايضا. بالضبط، احنا بهالفقرة بنحاول نوضح انه اللعبة هاي مناسبة لكل فئات الاعمار. جميل. حنحاول نوازن بين انه الكبير قبل الصغير في التمارين والوضعيات، وحنحدد الاصابات، اللي عنده اصابات يتجنب هذه التمارين، فحيكون شرح ان شاء الله مبسط وبسيط. جميل، نستثمر الدقائق الان. بالضبط. والاضاءة الصباحية الرياضية تفضل. حنبدأ بأول تمرين هو السكوات. الظهر باستعداده التام، استقامته كاملة. النزول الركبة ما تتجاوز أصابع الرجلين. النزول تقريبا 90 درجة، هذا راح يكون للمبتدئين مع الحفاظ على استقامة الظهر بشكل مستقيم. اما وضعيه البروفيشنال للمتقدمين باللعبه والليفل فتنس تبعهم كثير عالي، حتكون وضعيه بنزول كامل على نفس استقامه الظهر، الشيست مرفوع، الاكتاف مستريح. طبعا هذا بيستهدف العضلات الاماميه للرجل، الخلفيه والجلوتس. اللي بيعانوا من مشاكل الديسك او مشاكل بالفقرات، النزول يكون تقريبا 90 درجه، ما يحاولوا ينزلوا حتى ما يضغطوا على الفقرات بالظهر. تمرين معروف الضغط أو اسمه البوتش أب، بيستهدف جميع العضلات في الجسم، النزول الظهر مستقيم، الرأس ما يكون مرفوع لحتى نتجنب الضغط على الفقرات الرقبة باستقامة كاملة، الأصابع على الرجلين، النزول كامل طلوع. طبعا مع ابتقاء بالشهيق والزفير مستمر لحتى نوصل الاكسجين في العضله والضخ، ونحاول نرفع الهارت ريت من غير ما ناذي اي شيء بالجسم. اما كوضعيه المبتدئين حيكون نفس الفقره، ولكن النزول على الركبه، الظهر باستقامته، النزول كامل. بهالطريقة الفرق بينه كان المبتدئين والمحترفين انه هون خففنا من كتلة الجسم او وزن الجسم اللي حنستخدمه في البوش اب. بيستهدف جميع العضلات. استهدافنا لعضلات البطن بشكل كامل للبروفيشنال، حيكون مع سحب الرجل وتقلص البطن مع ابقاء اخراج الاكسجين ودخول الشهيق والزفير. المبتدئين مع ابقاء الاجل باستقامتها الطلوع. طبعا اللي بيعاني من انفصال المعده خصوصا الحوامل او عمليات القيصر، هذا التمرين بيجابوه في هالطريقه للضغط على اسمه الكرانش لحتى ما يتوسع عضلات البطن. بعدها
تمرين بلانك الداخلي رونينج بلانك. للبروفيشنال حيكون دخول الرجل على العكس الرجل الثانية، بيستهدف العضلات الجانبية للبطن مع الشهيق والزفير. أما كمبتدئين حتكون السحب بجهة واحدة برضو مع عمليات الشهيق والزفير. طبعا جميع التمارين الرياضية بتنشط الدورة الدموية والغدة الدرقية، فكأنك تبدأ فيها صباحك حيرفع من هرمون السعادة ويعطيك نشاط كامل في يومك. طبعا هذا التمرين كثير مهم، خصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في وضعيات المكاتب اللي بيعانوا من مشاكل باللور باك. هذه عضلة بشكل مركز الجسم، قليلين منهم بيستخدموها في يومك المعتاد، فهالعضلة بيكون فيها دائما تقلصات. فبهالتمرين لور باك بتريح من عمليات الفقرات، زائد عضلة اللور باك بتستعمل فيها. أما كمبتدئين خلينا نحكي نفس المبدأ، بس مش حنرفع رجلينا، حيكون بس أمامي، حيكون أسهل للفقرة. طبعا هذول كل التمارين حلو انك تبدا فيهم صباحك، حترفع من هرمون السعاده في جسمك وحتكون نشيط في يومك وتحافظ على كتله الجسم بشكل كامل كلياقه بسيطه ورائعه. جميل. اذا الكوتش روني الحقيقي حاول ان يسلط الضوء على هرمون السعاده من خلال التمارين الرياضيه المتعدده للمتمرسين او للمبتدئين ايضا بنفس الوقت ولكافه الفئات العمريه. كوتش حمزه انا بدي اشكرك بهذه الصباحات، نشكركم دائما حتى لو ما بنتمرن معاكم لكن نكتسب طاقه ايجابيه، وانا دائما بصف يعني كما تحدث في بدايه حلقتنا الطاقه الايجابيه هي وقود النجاح ترى بالمناسبه. اكيد اكيد طبعا طبعا. نعم انا بدي اشكركم لن اقول وداعا، لا بل لقاء للقادم من تمارين متعدده للحلقات القادمه وفي صباحات طيبه، كل شكر لكم. اذا